جون يلا عادوهم اركض هذا كان يرمي هذا قاعد يرمي عليهم حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج صوتكم. حلقة اليوم استمرار لثورة تشرين اللي انطلقت بواحد عشرة وانطلقت بمرحلتها الثانية يوم 25/10. للاتصال حلقة صوتكم ولإبداء آرائكم أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، ظهرت حاليا أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب، أتمنى أن تكون رسائلكم اللي تكتبوها مطبوعة باسمكم مكانكم حتى نقدر نقراها ونقول للناس هي منين واصلتنا. وأعتذر من السادة المشاهدين اللي ما يقدر يتصل، أنه إذا يتصل على رقم الواتساب ما أقدر أستقبل اتصاله بالبرنامج عليه. الفيديو اللي طلع لحضراتكم قبل شوية هو فيديو وصل إلى قناة الرافدين اليوم عن إطلاق نار بالمنطقة القريبة من ساحة الخلاني. بداية الفيديو شفتوا شلون الشرطة أو القوات اللي موجودة هناك شلون كانت تستهدف المتظاهرين بشكل مباشر بأسلحة رشاشة، وبعدها كانت لقطات من ساحة الخلاني للمتظاهرين وهم في وسط الدخان الكثيف وفي وسط إطلاق النار الكثيف من القوات الأمنية. القمع الحكومي ما زال مستمر، القمع الحكومي بكل مكان، بغداد بساحة التحرير عند المطعم التركي، بساحة الخلاني، بالصالحية، بشارع الرشيد. كل الفيديوهات اللي دترد إلى قناة الرافدين واللي تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت أنه أكو قمع حكومي منظم لهذه التظاهرات. من شنو خايفة الحكومة؟ ليش دا تقمع الناس؟ ليش ممنوع المواطن العراقي يبدي رأيه؟ ليش المواطن العراقي عد السلطات وعد الحكومة وعد عادة عبد المهدي وعد الكتل السياسية عبارة عن رقم انتخابي فقط؟ ساعة الانتخابات يبدي السياسي يتلوق للناس ويطيهم ويوعدهم ويقدم لهم ويقولهم أنا راح أسوي وأسوي وأسوي وأسوي، فقط انتخبوني والله يخليكم وماكو غيري، وأنا سياسي شريف بهذا العراق وعندي مشروع وطني، أنا جاي لخدمتكم. علما أنه من 2003 إلى اليوم ما شفنا شيء من السياسيين. الشعب العراقي اليوم دا يقول كلمته، الشعب العراقي اليوم ما راضي على السياسيين وما فد يوم رضى أصلا. هو أيضا اليوم هيئة علماء المسلمين وجهت رسالة مفتوحة إلى الشباب عن لسان مسؤول القسم السياسي بالهيئة الدكتور مثنى حارث الضاري، رسالة أنه ثورة تشرين هي امتداد إلى مقاطعة الشباب العراقي ومقاطعة الشيبة العراقي ومقاطعة الشعب العراقي إلى الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي أكبر مقاطعة منذ عام 2003. أيضا الهيئة أشارت إلى أن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة يعني راح تبلغ النقطة الحرجة، وأنه هذه النقطة راح تؤدي إلى تغيير المسار السياسي بالعراق، لأنه فعل جماهيري غير مسبوق من الشعب العراقي. ماكو سياسي دا يركب الموجة، والشعب العراقي محافظ على سلمية وعلى شعبية هذه التظاهرات. أيضا الهيئة أكدت برسالتها المفتوحة أنه ماكو قوة على وجه الأرض تقدر توقف بوجه الشعب إذا توحد وإذا تنفس هواء الوطنية، وهذا اللي صار بثورة تشرين، وهذا اللي صار بالثورة اللي طلعت ضد الأحزاب الفاسدة، وهذا اللي صار لما انطلع الشعب ويقول الشعب يريد إسقاط النظام، وهذا اللي صار هو اللي خوف الحكومة العراقية، وهو اللي خوف
السياسيين والكتل اللي جوا عن طريق الدبابة الأمريكية وعن طريق الاحتلال الأمريكي وعن طريق تسليم أمريكا العراق إلى إيران وسيطرة إيران على العراق وجاب الذولة عن طريق محاصصة طائفية احنا ما نعرفها هم يردوها لأنه بوجود الطائفية هم موجودين، بذهاب الطائفية هم زائلين. أيضا الهيئة أكدت برسالتها أنه غضب العراقيين انفجر عن طريق شبابهم. ثورة تشرين وضعت العراق على أبواب التحرير بعد وصول الأمور إلى ما وصل إليه العراق. أول اتصال لي أنا بالبرنامج اليوم أبو علي من أمريكا، حياك الله أبو علي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. نحييكم على هذه القناة الرائعة اللي تنقل صوت المواطنين، صوت الحر. حياك. نشكركم على مود هذا كل العالم يشوف قناتكم الشريفة. حياك اخوي، تفضل. نسأل هاي الطبقة السياسية، يعني شنو قصدها؟ شنو ليش باقي دي هسه؟ الشعب كله منتفض، الشعب كله ما يريدهم. نعم. يعني على شنو بانين آمال وباقين؟ نريد نفتهم، يعني هاي الشهداء اللي 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 بتوقع بالشارع، هذول مو أولاد ناس، أبنائهم المفروض هم يرعوهم، بس هم طلعوا عن هذا الخط. ومتورطين باي شغلات ما نعرف منين ما منين. نعم. هم ليش ما يطلعون ويفضوها؟ يعني هاي دماء الشهداء رقيقه عندهم. نعم. وانا اشكركم. شكرا 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 لك ابو علي. ام ازهار من بغداد، حياك الله ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك. بالنسبة إلى ذيول هاي الحكومة. نعم. أنا يعني واحد من يتفرج يقول هذول الناس دي يحاربون دولة، ما دي يحاربون هذول أولاد شباب عمرهم 12 و17 و15 وهم أولادهم، يعني هم هذول ذيول إيران. نعم. إيش تتأمل من ذيول إيران؟ إذا سليمان يوميًا يجي يومهم خايفين، كلهم خايفين أن لا يخسروا تراثيهم ولا يخسروا أموال البلد اللي يخذوها من 2003 إلى الآن. لكن يعني الناس العالم كله تعب ان هذا الشعب من النهض نهض نهضة قوية. هذا الشعب احنا ما كنا نتأمل به راح يكون بهالقوة. هذا ان شاء الله الله ينطي القوة والإيمان، والله يرحم شهدائنا ويقوي من قوة هذول الشباب، واحنا قلبنا وياهم. لا. انا كم مرة اجيت لساحة التحرير وشفت بعيني، يعني الضرب، يعني ما تصور انه الضرب يكون كانما يحارب دوله ثانيه، ما يحارب هذول الاطفال هذول واللي طالبين بحق ابسط شيء حقوقهم. يعني نعلى على ابو ايران، لابد خلف ايران، لابد جاب لنا ايران وامريكا واسرائيل، وامريكا هي السبب في كل المصايب اللي تصير فينا. وانا اشكرك. شكرا لك ام ازهار. يعني أم أزهار قالت كلمة أنه الشباب دا تحارب دولة. السؤال اللي نطرحه، أنت قلتي عليهم ذيول، هل يستحقون أن يسموا يعني بدولة؟ أيضا أبو علي يقول ليش الحكومة ما تترك مكانها وتحترم دم الشباب؟ هذا السؤال نوجهه للسادة المشاهدين، أتمنى جاوبون على هاي السؤالين. هيئة علماء المسلمين برسالتها المفتوحة اليوم أيضا قالت أنه شباب ثورة تشرين أدهشوا العالم، أنه هم وصلوا رسالة قوية إلى الناس أنه هم رجال ذو إرادة صلبة رغم قمع المستبدين. وأيضا يعني الرسالة المفتوحة كانت يعني طويلة، ما أقدر أعرضها بالبرنامج لأنها راح تطغى على وقت البرنامج، لكن خلونا نسمع جزء من اللي وجه الدكتور مثنى حارث الضاري في رسالة هيئة علماء المسلمين اليوم إلى شباب الثورة. نقول لإخواننا العراقيين جميعا ولطليعتهم الشابة، قد آن الانتفاضة تشرين أن تكون ثورة تقتلع الباطل وأدواته وذيوله وآثاره من أرض العراق الطيبة، فمرحبا بالثورة التي تصنعون، ومرحبا بالمستقبل الذي تنشدون يا شباب ثورة تشرين.
هذا جزء من كلمة مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري في رسالته أو في رسالة الهيئة اليوم إلى شباب ثورة تشرين، أنه الأوان قد آن لأن تقتلع هذه الثورة الباطل. شباب ثورة تشرين من يوم اللي طلعوا لليوم هم مرابطين ضد القمع الحكومي، ضد الظلم، ضد الفساد، ضد كل شيء وجد بالعراق. نجحوا هم في إنهاء الطائفية، نجحوا في توحيد الشعب العراقي، نجحوا في تفتيت أواصر الكتل السياسية اللي رادت في يوم من الأيام أنه تزرع الفتنة بين الشعب العراقي، لكن الشعب العراقي أثبت أنه حي إلى هذه الطغمة اللي دا تحكم العراق، وأثبتت أنه يعني عبارة عن شعب موحد لا للطائفية وجود بيناتهم. لكن السؤال اللي نطرحه، ليش هذا الصمت يعني الإقليمي والدولي عن ما يحصل بالعراق؟ قتل بالآلاف، عفواً قتل بالمئات، ومصابين بالآلاف، إطلاق رصاص حي، استخدام قنابل غاز، منظمة العفو الدولية قالت عنها أنها هي ذات استخدام عسكري وأنه هي إيرانية الصنع وصنفتها نوعين. ليش هذا السكوت، هذا الانتهاك اللي دا يصير بالعراق، ليش سكتوا عنه؟ عصبة الأمم تفتتت وانتهت وانبنت على أطلال عصبة الأمم هيئة الأمم المتحدة، لأنه صارت أكو بعض انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم بديك الفترة. زين الأمم المتحدة وين؟ الانتهاكات اللي تصير بالوطن العربي وبالعراق اليوم وينها؟ ليش ساكتين عنها؟ جامعة الدول العربية ليش ساكتة عن هذه الانتهاكات؟ شعب ده يقول كلمته، ما يريد هاي الحكومة، مو هو اللي جابها. السلطة أو ما تسمي نفسها بسلطة، الكتل السياسية أو الأحزاب أو البرلمانيين أو الوزراء، كلهم عندنا اتصال من السعودية. يوسف من السعودية حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام، تفضل. يا أخ آفل السقر، هلا بيك، رحب بك ولجميع العاملين في قناة القافلين، ونرحب بكم أهالينا بالسعودية. تفضل أخويا. في نقل معاناة الشعب العراقي، نعم، منذ سقوط عهد الرئيس سامح الشيخ، نعم، وأصداق يتجرع ويلات الفقر والمرض والجوع على أيدي، لن أقول هم من أبناء العراق، هم لا يمثلون العراق، بل هم مرتزقة حضروا للعراق على ظهر الدبابات الأمريكية وبحماية أمريكية تامة، فهم لا يمثلون أبناء الوطن، إنما هم مرتزقة وتفوقوا في سرقة ونهب ثروات العراق من 2003 حتى 2019. ماذا صنعوا للعراق؟ ماذا صنع؟ ماذا جلب نور الماركي؟ ماذا جلب الجعفري؟ ماذا جلب يحيى العلاوي؟ ماذا جلب حيدر العبادي؟ ماذا جلب عادل عبد المهدي؟ يعني بكل 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 سخرية الشعب العراقي أثناء الانتخابات وافق على اختشاف عادل عبد المهدي، ولكن عادل عبد المهدي خذل العراق وخذل الأمة العربية وخذل الأمة الإسلامية بقتله ومحاربته أبناء شعبه. ما حصل في البصرة ليلة البارحة شيء روحت منه بالحقيقة صراحة، يعني 150 قتيل في أقل من ساعتين. هذه أشبه بحرب، بجرائم حرب مافيات أو إصابات منظمة. عموما لا أريد أقتل أخي آفل، أتمنى من الله العلي القدير أن ينصر العراق وأبناء العراق في ثورتهم الحالية، وأن يجعل كيده في نحر كل من تآمره. نعم. على هذا الشكل. نعم. العراق دولة إسلامية عربية عالمية يرتدى بها في جميع المحافل الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أخويا يوسف. أبو لبنى من بغداد حياك الله. أبو لبنى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. أخويا بدون زحمة عندي مداخلة. تفضل تعال الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. قناتكم الشريفة توصل صوت المظلومين. نعم.
احنا بالنسبه احنا نشد على ايدين ذول الابطال، محافظه البصره البطله، محافظه الناصريه البطله، والنجف وكربلاء والكوت ووارطه والحله وبغداد، ذول الابطال اللي نتشرف ان نقول هسه اني اتشرف اقول اني عراقي، اتشرف اقول اني عراقي، لان شفت هاي الشباب الابطال اللي قدموا دمائهم فداء لهذا الوطن. واتمنى من كل شريف يسمع صوتي ان يتضامن مع هذه المظاهرات، واناشد اخواننا بالجيش العراقي والشرطه العراقيه الاتحاديه ان يتضامنوا مع اخوانهم في هذا في هذا في هذا الوقت العصيب. واشكركم. شكرا شكرا لك ابو لبنى. يعني هي الشعب العراقي دا يوصل رساله الى من تسمي نفسها حكومه بالمنطقه الخضراء. هو ما طلع لانه يريد حكم، هو طلع ضد ما انتم سويتوه بالعراق. فقر، مرض، جوع، قله دواء، شحه بالماء، سرقات، فساد، زراعه منتهيه، صناعه متوقفه، منظومه الكهرباء بالعراق صرفتوا عليها المليارات مثل ما ادعيتوا، الشعب العراقي ما شاف كيلو واط واحد نطاء فائدة. مجاري، أقصد منظومة الصرف الصحي، تمطر الدنيا ببغداد بالشتاء تفيض وتصير فيضانات لأنه مجاري يعني تعبانة. شوارع ممزفتة وحفر وبلاوي بيها، بطالة. تعليم العراقي اللي كان يفتخر العراق أنه أفضل تعليم بالمنطقة ووصل إلى مراحل متقدمة في فترة من الفترات، اليوم خرج من كل المقاييس حتى ما قامت الدول تعترف فيه. والقائمة تطول، أمية العراق قضى عليها في فترة من الفترات في سبعينيات القرن الماضي، واليوم الأمية 40% من الشعب العراقي. خرج ضد ذني، خرج لما شاف حالة تعبان، لما شافكم أنتم متنعمين وتشترون بملياراتهم، مليارات الشعب، فلل وشركات فنادق ومشاريع تجارية في دول العالم، هو عايش بضيم. انت يا سياسي ابنك يدرس في ارقى جامعه بالعالم وبالخارج، وهو ما لاقي رحله يقعد عليها ابنه، وابنك يروح بارقى السيارات للمدرسه وللجامعه، وابنه يروح بالطين وعلى ظهر لوري وستوته وشفل. ريم من الكويت حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يسعد مساك على هالبرنامج وعلى قناة الرافدين. يسعد مساك هالأختك. الله يرضى عليك ويخليكم وينصر شباب العراق على هالمجوس. هذيل ما يعرفون هم أسود الرافدين. هذيل أسود الرافدين والله يعطوكم أكل. يا قاسم سليماني كل يوم تروح إيران وتطب بالبغداد منطقة السوداء. تفكر انت لما تخطط تخلص من هذه الانتفاضه، هذه انتفاضه على الكهرباء، على الماي، على المعاشات، ما في وظايف، ما في اكل، ما انتبهوا مني والطريق. انتبهوا من الضيم اللي هم شافوه. وين بتوصل العراق يا قاسم سليماني يا كلب؟ زعنا على شواربك. والله ما الواحد يحط رصاصه في راسك. يا مجوسي يا فارسي، وانت رئيس الحكومه وينك عن الشباب اللي قاعد تذبح كل يوم شهداء؟ طيب وين العالم؟ وين العالم ما يتحكى؟ وين الجامعه العربيه؟ يا نايمه الجامعه العربيه. لو اي دوله صار فيها هالشيء هذا على طول طلعوا بالتلفزيونات. وين الجامعه العربيه؟ ابي اعرف. انا قاعده يوميا من الصبح الى الليل قاعده اشوف القناه الرافدين، والله العظيم يا اخوي ان قلبي يدمى من المناظر اللي انا اشوفها. لكن اقول حسبنا الله ونعم الوكيل من حكومه ظالمه. والله لهم يوم الله يسلط عليهم ما الله يرحمهم. والله هالشباب راح ياكلوهم. واقول لهم شدوا العزم وظلوا بالتظاهر، ولما تدخلون عليهم المنطقه السوداء مو الخضراء، المنطقه السوداء، ودوستوا على رؤوسهم وقتلوهم واحد واحد. انتم شباب، انتم اللي ياخذ حق العراق الحين، ما في احد ياخذ احد، ولا توقفون، انتصروا. شكرا
شكرا لك اختي ريم من الكويت. اقرا بعض من رسائل الواتساب اللي وصلتنا للبرنامج. تحياتي لكم ولقناه الرافدين اللي نقلت بصدق وامانه معاناه الشعب العراقي الذي ارتقى على نصبه الفاسدين. اخ افل، يعاني العراق الكثير من المرار والعناء منذ سقوط دوله القائد صدام، واقولها بصدق، نار صدام ولا جنه عملاء امريكا وايران، ولن اقول من ابناء العراق، ولكن ساكتفي بقول مرتزقه العراق من اول رئيس حكومه حتى عهد عبد المهدي، جميعهم لم يحضروا للعراق من اجل بناء ما دمرته الحرب، لكنهم حضروا للقضاء على ما تبقى من حضاره شعب فاقت الاف الاعوام. عرفنا الان من الحرامي ومن السمسار. رسالة أخرى من أبو محمد من النرويج يقول: السلام عليكم، أحييكم وأشكركم على جهودكم الوطنية. بدأت تتداول في جروبات قنوات التواصل الاجتماعي تصفيات وتسقيط شخصي إلى بعض الشرفاء من الوطنيين، لذا أرجو التوعية لهذا الموضوع، لأن البعض قام يصف خيرة المناضلين بأنهم يعملون بأمرة قاسم سليماني. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أستاذ، الشعب العراقي ابتلي منذ عام 2003 حتى الآن بالمرجعيات والأحزاب والحكومات والبرلمانات والميليشيات الفاسدة اللي قتلت ونهبت أموال الشعب العراقي، وأدعو الشعب العراقي بمساندة وإعانة المتظاهرين الأبطال بساحة التحرير لخلاصهم من هؤلاء الفاسدين. تحياتي لكم، أخوكم أبو عمار من السويد. وعندي رسالة من عدي من هولندا يقول: هسه بين أنه الحكومة طائفية، ليش الآن طلعوا قوميات ومذاهب ماكو لا سني ولا شيعي؟ ورسالة أخرى من شخص يقول: أنا بعثت لكم بعض الصور، أتمنى أن تنقلوها لأسماء الشهداء. تقرير المصير بيد من واصل التظاهر، لأن عصابات الأمم المتحدة تتجاهل عمدا القتل المنظم من قبل عصابات المنطقة الخضراء للمحافظة على نسبة النفط العراقي على حساب الشعب وأبنائه. سعد من السعودية. رسالة أخرى: السلام عليكم، الله يرحم شهداء الانتفاضة، والله يبارك بجهود قناتكم الشريفة، على ثوارنا الأبطال اعتماد على رب العالمين وعلى جهودكم، لا أحزاب ولا دول خارجية ولا عمايم. أبو عمر. أم سيف من هولندا، حياك الله أم سيف. نعم تفضل. تفضلي أمي، تعال الهوى. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي أم. أنا بس أرد يعني اللي بداخلي وبداخل كل مواطن عراقي شريف. تفضلي. أولاً أحيي قناتكم هاي الممتازة. حياك. الروعة. اللي صدق وقفتها وقفة مشرفة. واجبنا يعني. واجبنا هذا. زين، بس أريد أقول أنا وين راح دور الأمم المتحدة؟ وين راح دور الدول العربية؟ وين العرب؟ وينها؟ وين هالدنيا؟ وين من قاعد أشوف هاي الشباب الأطفال اللي قاعد تموت؟ الدافع عن لقمة العيش هالشكل توصل بها المرحلة؟ ليش الله شو قلوا له؟ شواربهم وين حاطينها؟ والمن رئاسة عن اليمن؟ حقيقة أنا أسأل، إحنا متحطمين هنا، إحنا نريد نموت لأن بعيدين. نعم. ليش هذا التصرف؟ ليش رب العالمين وين؟ شو قلوا له؟ زين وينكم أنتم؟ دوركم وعالم كبير ودول، ذني البرلمانيات وين ولن؟ برلمانيات وينهن اللي كانوا يقطع عن خضره من الجيعان؟ صار هسه يسكنن بالخضره. وين راحن؟ وينها ايران؟ ليش دمرت العراق كامل والعالم تتفرج؟ بس انا اقول وكل واحد يقول، ما دام هم كلهم هم ذولي، لان هم هسه قاعد يحجون هالشكل، لان هم لهم مصلحه ويا ايران واتفاقيه على الخير اللي بالعراق اللي تحرم منه كل شاب عراقي وكل مواطن عراقي. ليش راحت الشهداء كومة؟ ليش جرحى كومة؟ الله يرحم الكل، يرحم الجريح حتى يقوم على حيله. ليش؟ نعم. يعني وتالي مثل ويا هالحال هذا وتالي. ليش؟ أنت الأمم المتحدة قومي للعالم، يلا مناشدة، الشعب كله قاعد يناشد، شوف شرفهم، شوف هسا ولو يباوع على نفسه ويباوع هذا الشعب كله واقف، يستحي من نفسه بعد ما يجي يوقف، ما يقول أنا أستمر. يعني مع الأسف والله، مع الأسف، ألف رحمة على روح كل شهيد راح. نعم. محروم ومظلوم ويداعي بحقه وحق أهله. ليش؟ مثلا شنو التالي؟ نعم شكرا. ما أعرف شو أحكي بعد. شكرا يعني شكرا شكرا لك أم سيف من هولندا. عندي نوار من هولندا أيضا كاتب رسالة يقول: روح الثورة لن تموت ما دامت قلوب المشاركين فيها راغبة بالنصر. رسالة أخرى من أحمد الرواجدة من الأردن، حياك الله أهل الأردن. يقول: والله يا أخي إنه العراق هو جمجمة العرب، فكيف سيغير العرب ما يحدث في العراق؟
هو الراس المتقدم دائما على العرب، وهو رغم المآسي اللي تحصل به يبقى المساعد والداعم للعرب رغم ظروفه. رسالة أخرى من محمد من السويد يقول: تحية خاصة للقائمين على هذا البرنامج ولقناتكم وإلى شباب ثورة تشرين أبطال، اثبتوا على ما أنتم عليه فأنتم منتصرين إن شاء الله، وذيول إيران إلى الزوال إن شاء الله، والأحزاب الفاسدة إلى الزوال، والحكومة إلى الزوال بثباتكم. نبارك هذه الثورة ونشكر كل من ساهم معكم. تحياتي لكم. إلهام من كندا، حياك الله يا إلهام. الله يخليك. الله يا ربي يسلمك، يسلمك ربي إن شاء الله. تفضل يوم تسمح لي أقول كلمة، أنه يشهد التاريخ، لم يشهد التاريخ أقدر وأبشع وأفسد من هذه الحكومة. سلاما على العراق. نعم. سلاما على أبطال العراق. نعم. سلاما على شهداء العراق. نعم. وأقول للحكومة أنه تطلع، لأن عندنا شباب يخوفون، شباب ما يخافون لا من نارك ولا من تهديداتك ولا من اعتقالات. نعم. النصر للعراق، ومشكورين قناة الرافدين على هاي التغطية الرائعة. واجبنا أمي. وأشكرك وتسلمني، ويا رب إن شاء الله تسمعونا البشرة. النصر يا رب، النصر يا رب إن شاء الله. نعم. تسلم لي، يخليكم الله يا رب. نعم. يحفظكم، يحفظكم، مع السلامة. الله يسلمك يا أم، الله يسلمك. ويعني لا شكر على واجب ست إلهام أو أي إنسان يشكر قناة الرافدين، هذا واجب قناة الرافدين اتجاه الشعب، واجبها كقناة أنه تظهر الحقيقة إلى الناس، فهذا واجبنا ولا شكر على واجب. عندي رسالة أخرى من أم خالد تقول: أسود الرافدين الأقوياء لكم الثبات. ورسالة أخرى تقول: تحية لك أخي أفل، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود بالعراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. إيران برا برا. رسالة أخرى باعث فيديو يقول: أتمنى تظهروه إن شاء الله، وأتمنى أي شخص يريد يبعث فيديو، عندنا نافذة اسمها أنت ترى، بها رقم دائما بثة في شريط التايتل، ابعثوا عليه. السلام عليكم، أني البدراني من الأردن، حياك الله أخوي البدراني. يقول: الله يقويكم ويبقى أنتم الأحرار في الإعلام الحر النظيف، سينتصر الشعب ضد كل الفاسدين. عندي اتصال من بغداد، أم عبد الله، حياك الله يا أم عبد الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. حياك وبياك، تفضل يوم. الله يسلمك يا رب. أستاذ، إحنا بنواجه سياسة، هي سياسة أمريكية. نعم. السياسة الأمريكية اليوم أنه بدل من أنه أبناء أمريكا يقومون بحملية الاحتلال الوطني العربي، قاموا بالاستعانة بحكام الوطن العربي في سبيل الاستحواذ على الوطن العربي وممتلكاته. فلهذا نشوف حسب يقول الأخ من السعودية أن العراقيين انتخبوا عادل عبد المهدي، ما انتخبنا عادل عبد المهدي، انتخبوا هي أمريكا، هي كلهم اللي جوا إلى سلطة الحكم كلهم يحملون جنسيات أجنبية. ما شفنا واحد عراقي ماخذ سلطة أو كرسي إذا مو عنده جنسية أو جنسيتين. لهذا نشوف أنه أمريكا هي قامت بالإعاز بإيران أنه تكون بعملية قمع الثورة العراقية عن طريق سليمان وعن طريق العامري والخزعلي والمدرس. لهذا نشوف القتل في كل مكان والانتفاضة مستمرة إن شاء الله. بس أريد أعتب على الجيش العراقي، يعني بس عبد الوهاب الساعدي موجود في العراق، هو اللي نبذ السياسة الإيرانية والاحتلال الأمريكي. يعني ما هو عبد الوهاب الساعدي أخر، يعني هذا اللي يعجبنا والله العظيم. إحنا الشعب أو الجيش أبو الغيرة، يعني وين صارت الغيرة مالتنا؟ وين صارت مواقفنا ويا 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 شعبنا؟ أستاذ، بعدين الجامعة العربية ليش شاكسة؟ سبق وإنه كان في زمن المالكي أعطاهم رشاوي وأعطاهم أموال كثيرة. بعدين إحنا نعتب على حقوق الإنسان، هي حقوق الإنسان تسوت للدول العربية والدول الإسلامية، أكو دمار في كل الوطن العربي والإسلامي من قبل حقوق الإنسان. يعني هسه راح تدير بالها على حقوق الإنسان من الشعب العراقي؟
فأني أطلب من كل شباب الوطن العربي الاستنفار والذهاب إلى العراق من أجل نصرة الشعب العراقي وتوظيف الوطن العربي من كل ضالة إيرانية وأمريكية حتى تصير إن دولة العرب الكبرى ويقودها قائد واحد وإلها قوتها. وتحياتي لك. شكرا شكرا لك أم عبد الله. مشاهدين الكرام صوتكم مستمر لكن بعد هذا الفاصل. استهداف مستشفى الحبوبة. شوف شو غايبين بطانية ولا بطانية هناك يا ولد. ما شغل طالع. هاي الصور اللي طلعت قبل شوية هي اقتحام قوات مكافحة الشغب إلى مستشفى الحبوبي بمدينة الناصرية. حسب ما وصل أنه مكافحة الشغب أطلقت قذائف غاز مسيل للدموع داخل المستشفى وحاولت الاعتداء على المصابين من المتظاهرين اللي تصوبوا نتيجة القمع الحكومي إلهم. بيا دولة يصير اللي صار بمستشفى علما أن المعاهدات الدولية بالحروب تحرم استهداف أي معلم طبي أو معلم ثقافي أو معلم تاريخي. المستشفى هو ممنوع ضربه أصلا لأنه موجود لخدمة الناس. أرجع وأقرأ بعض رسائل الواتساب قبل ما يدركنا الوقت. أكو شخص من ألمانيا أو عفوا أم أحمد من ألمانيا تقول أتمنى تقرأ بعض أبيات قصيرة للعراق. هي نريد وطن بلا فتن بلا محن بلا عفن بلا كفن، ونريد بلاد بلا حداد بلا أوغاد بلا أصفاد بلا ارتداد، ونريد شعب بلا تعب بلا شغب بلا رتب بلا كرب. وعدي لهفة من ألمانيا بعث رسالة يقول نحن متأكدين من النصر للعراق وتحرير العراق بسواعد أسود الرافدين ونفتخر بهذا الشعب والنصر إن شاء الله. رسالة أخرى تقول مرحبا أنا سوزان من ألمانيا. أكبر مشكلة بالشعب العراقي بعد سقوط صدام ولهذا اليوم هو الانتخابات. إذا الشعب كلهم ما يروحون الانتخابات وما ينطون صوت يفشلون، راح يقولون أخذنا تصويت ذاك الوقت، كذبهم وتزويرهم كله يبين. يا أخويا لا حد يروح للانتخابات، وأكبر مشكلة شعبنا يكبر براس أي حكومة قبل ما يشوف أي إنجازات منهم ونمجد بهم وبعدين نشوفهم أنه هم حرامية. سلام تحية للمتظاهرين. الحكومة لا تطلع خارج لازم تطلع خارج البلد ويقولون إيران تحكم ابن العرب، ابن العرب من الأحواز. حياك الله يا أخي. رسالة أخرى تقول أخوكم عيسى من الأحواز المحتلة، أسأل الله عز وجل أن ينصركم ويوفقكم على كلاب الصهيونية والصفوية المجوسية والحمد لله على كل حال. ورسالة أخرى تقول السلام عليكم، البداية أحيي قناتكم والشكر الكبير لها. أخواني هاي رسالة ليس فقط للشعب العراقي وإنما هاي رسالة لكل الشعوب. هناك كذبة صنعتها أمريكا وأمريكا وإسرائيل بالتعاون مع حكام إيران وكل الحكام الخونة. أمريكا أرادت السيطرة على البلدان العربية وبالذات الغنية بالنفط مثل العراق، والدليل أول ما استلم الحكم الخميني نشبت حرب قاسية وبعدها الدخلة والعراق بحصار جائر وظالم. وتسألون ليش الصمت؟ لأن الكل مستفاد من خيرات العراق. الله لا ينطيهم العافية، هجرونا. يعني المشكلة مو بيها متظاهر يطلع يقول أنا ما أريد هاي الحكومة، أنا ابن هالشعب هذا أريد خيرات بلدي ما تنسرق. يا ينقتل يا يتصوب. يتصوب يدخل مستشفى، تدخل قوات مكافحة الشغب مثل ما شفتوا بالفيديو اللي طلع قبل قليل بعد الفاصل، يعتدون عليه داخل المستشفى. وراء هذا كله تجي القوات الأمنية تقمعهم باستخدام قنابل عسكرية وباستخدام إطلاق رصاص حي عليهم بطرق
هي مخالفة إلى كل الطرق العالمية لتفريق المتظاهر لتفريق التظاهرات عفوا. ذاك اليوم شفنا بفرنسا تظاهرات أو يعني مظاهرات أصحاب الرداء الأصفر، حرقة وكسرة ومحلات وكسرة وقطع ووقفة وقطارات وسووا الهواية بفرنسا، بس ما سمعنا أنه أكو متظاهر فرنسي واحد انقتل على يد القوات الفرنسية. ليش؟ لأنه هم يعرفون هذا المتظاهر اللي طلع هو ابن هالبلد، هذا عندهم ثقافة أنه هذا فرنسي مثل ما هو جندي فرنسي فما قتله. لكن المشكلة اللي تصير بالعراق أنه ده يعتبر المتظاهر عدوة. يعني رسالة الشعب ده يوجهها إلى كل القوات الأمنية، إلى الجيش وإلى إلى قوات مكافحة الشغب وإلى كل عنصر أمني، أنه ترى أنا أخوك، أنا مو عدوك، عدوك اللي ديبوقني وأنا طالع حتى أرجع حقي. عدوك وعدوي هو واحد، لا تصير ويا عدوك وعدوي علي. هاي رسالته. يعني هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ليش؟ ما تنقهر على ابن بلدك، ما تنقهر على شاب صغير بريعان شبابه ما شايف شيء من خيرات بلده، لا تعيين لا راتب لا حياة كريمة لا كهرباء لا مي لا شيء بخير، ده يصير نتيجة سياسات خاطئة من أحزاب ما تعرف الله. هم بينهم يقولون احنا فاسدين، هم يقولون احنا سراق. يعني اكو واحد يقول اذا اكو واحد نام بالشعب جوعان فالطبقة السياسية هي المسؤولة عنه، وإذا أكو واحد نام بالشعب بردان فالطبقة السياسية مسؤولة عنه، وإذا واحد بالشعب مات نتيجة قلة دواء الطبقة السياسية مسؤولة عنه. ليش تجي تحاربه بهالطريقة هاي؟ أسئلة كثيرة تنطرح بهاي القضية. ثورة طلعت بالشارع، ثورة سلمية، لا شايلين سلاح، لا شايلين رمانات، لا شايلين قنابل، لا جايين على ظهر دبابة، كل شيء ما شايلين، شايلين علم، علم هالبلد اللي يفتخرون به واللي يفتخرون إنه هم ينتمين إليه، واللي نفتخر كنا إنه إحنا عراقيين، شايل هالعلم ويركض ويصيح أنا أريد حقي. ليش تقتله؟ أبو هاشم من هولندا حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحييكم ونحيي قناتكم الكريمة، أنا أتاحت لنا الفرصة للتضامن مع الشعب العراقي البطل. حياك وبياك. في ساحات التحرير، في ساحات الوغى، في كل محافظات العراق البطلة أثبت هذا الشعب عظمة وتاريخ هذا العراق العظيم، أن هذا الشعب وحدة واحدة وأصل واحد. نعم. وليس هناك أي طائفية أو عنصرية أو قومية أو أي شيء آخر ثاني. وهذا ما فعله الاحتلال، وهذا ما أوجده الاحتلال وديوله من سياسيين، وما فعله الاحتلال بإهداء العراق على طبقة من فضة إلى الفرس المجوس لتدنيس أرضه وسرقة ثرواته وقتل شعبه وتجهيله وبث السموم من خلال المخدرات والأمور الطائفية الأخرى والأمور التي لا تخدم الشعب وتحطيم صناعته وزراعته وثرواته كلها. فالشعب العراقي البطل وشبابه الثائر البطل الآن أعطى كلمته الحقيقية والواحدة، أنه ضد كل هؤلاء الفاسدين، ولا بد أن يرحلوا من العراق فورا، وليست هناك حلول ترقيعية أو مطالب جزئية غير التغيير الشامل والكامل يعود العراق للعراقيين لبنائه. وهذا الشباب منهم من هو قادر ومتمكن على قيادة العراق وبنائه، لأنهم كلهم خريجين وكوادر علمية وكوادر ثقافية، وهناك أيضا في خارج العراق هجروا من الكوادر العراقية التي ممكن أن تساهم في بناء العراق والعودة إلى وطنها، لأنها أغلبهم أخرجوا عنوة بالتهديد والترهيب والقتل. فنحن الآن من في كل بقاع العالم
كعراقيين نفتخر ونتشرف بهذه الثورة العظيمة ونترحم على شهدائها والصبر والسلوان لذويهم، ونطلب من الله العزيز أن يشافي جرحاهم وأن يشد في قلوب الثوار وأن يوحد قلوبهم على كلمة السواء والنصر للعراق إن شاء الله. نعم، شكرا شكرا لك أبو هاشم من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله الدوم يا أستاذنا يا محترم، أنت إنسان طيب ولك أجل تحية وتقدير لك وللبرنامج أستاذي. بالنسبة للغاز المسيل للدموع هذا ممنوع إسلاميا وإنسانيا، إنسانيا وإسلاميا يعني. وإحنا مع الاحتجاج والاعتصام، وكذلك يجب على مليارات العراق تصرف لشعب العراق خصوصا العاطلين عن العمل وتوفير عمل وعلاج طبي يا أستاذي للمريض والمرضى. وآخر الكلام ابعد عنا هم وهموم وأحسان، تحياتي لك. حياك حياك أخ سعد مشكور. رسالة عندي على برنامج الواتساب من ديمة من هولندا تقول: أقول استمروا يا أبطال وقلوبنا قلوبنا معكم منصورين بإذن الله. السلام عليكم، أنا أبو إبراهيم وأني أقول الثوار ثبتوا أن الله معكم. سلامي على القناة الشريفة. الله يسلمك أخويا العزيز. أم أثير من لندن تقول: أخي العزيز والله أنا أتعجب لما تقولون ليش الصمت عن الدم العراقي، لعد لما نجوي بالدبابات والطائرات وقتلوا واحتلوا وحلوا الجيش العراقي وحطوا إيديهم على حطوا إيديهم على ثروات العراق، ليش كانوا دا يلعبون؟ لعد هم ليش جايين غير حتى ينهون العراق وينهون العراقيين ويجيبون بدالهم حفنة عجم وتبعية؟ السلام عليكم. أنا ما أقدر أتصل لأنه أبدي أبكي وأنقهر على العراق والشعب العراقي، وهذا حال كل العراقيين وديدن العراقيين. شكرا لك أم أثير. رسالة أخرى تقول: تحياتي إلى قناة الرافدين صوت الحق، وإلى أخي وإلى جميع العاملين، صوتكم صوت الحق وإن شاء الله الشعب العراقي. منصور أخوكم أبو عيسى. حارث العراقي من بلجيكا يقول: أحب أقول إن شاء الله تسقط الحكومة الفاسدة وينتصر الشعب العراقي إن شاء الله. رسالة أخرى من أبو أحمد من السعودية يقول: تحية لقناة الرافدين، النصر والخلود لشباب العراق، ننتظر منكم زف البشرى بسحق الرؤوس العفنة وإعادة أمجاد العراق جمجمة العرب. تحية حب وتقدير لدور قناتكم المميز. حياك الله أخويا رياض عبد المجيد العبوسي من مصر يقول: الرحمة والغفران لشهداء أبطال ثورة تشرين، الكرامة والشفاء والعاجل إن شاء الله إلى الجرحى، ثورة الشباب سيخلدها التاريخ. رسالة أخرى من يقول: أستاذ انفجار الآن بهذه اللحظة في شارع فلسطين وإطلاق نار كثيف وقنابل غاز وقنابل صوتية تستهدف المتظاهرين بساحة الخلاني، والآن الدخان يملأ الساحة وعشرات حالات الاختناق وهناك شهيد واحد وصلنا خبره. رسالة أخرى تقول: تحية لقناة الرافدين، إيران وأمريكا والأمم المتحدة هي سبب خراب معظم الدول العربية والإسلامية، فقدوا اجمعوا على نشر فهم فقدوا أو فهم أجمعوا على نشر الفوضى الخلاقة مع الظالم وليس لنصرة المظلوم، فهم بإذن الله إلى زوال والشعوب باقية بصبرهم وإصرارهم لتحقيق أهدافهم. ولنا في اليابان عبرة، فهي دولة عانت حروبا كثيرة والآن في مقدمة دول العالم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، عيب علينا نسكت لهذول السراق، مفروض نطلعهم من العراق بأسرع وقت لأنه مافيات هذولة. من الأردن رسالة يقول: أني البدراني شلع قلع كلهم حرامية جايهم يوم أسود إن شاء الله. ورسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية عز وإكبار إلى قناتكم الموقرة وتحية عز إلى كل شعب العراق الأبي، أرجو إيصال رسالتي هذه من أرض السعودية إلى أرض الرافدين العربية الحرة، وأوجه رسالة إلى أذناب المجوس وأقول لهم إن كل أطياف الشعب خرجوا لإسقاطكم وينادون سلمية، ولكنكم واجهتم سلميتهم بالقمع والقتل والاختطاف وبكل أساليب العنف التي حتى اليهود لم يستخدموها مع الفلسطينيين، وهذا يدل على عدم انتمائكم لهذا البلد وتبعيتكم وضحت من خلال قمعكم وذبحكم لأبناء الشعب. رسائل كثيرة، لكن أكو أسئلة كثيرة تنطرح بثورة تشرين. ثورة تشرين اليوم مو بس ببغداد، مو بس بساحة التحرير، نعم هي انطلقت من مكان واحد، لكن ثورة تشرين اليوم موجودة بكل المحافظات العراقية، حتى بالموصل رادوا ويطلعون والميليشيات يعني مو قمعتها انما وقفت الناس اللي رادوا يطلعون بهذه التظاهره او الوقفه التضامنيه مع ثوره تشرين. بالانبار كذلك، تكريت جامعه تكريت الطلبه اللي هناك طلعوا وهوسوا ونادوا وهتفوا الى
إلى ثورة أو انتفاضة تشرين في وقتها. بغداد أغلبها محترق اليوم، محترق مو من الشعب، الشعب بالعكس لليوم ما باق شيء. يعني نفق التحرير اللي صار لأكثر من 14 سنة خرابة. الشباب اللي موجودين بساحة التحرير بلطوا الدرج ماته ونظفوه وغسلوه ورجعوه يلمع أحسن من الحكومة. المطعم التركي اللي صار لأكثر من 14 سنة ما بيقلوب نوروا المنتفضين أو الثوار، ما خربوا شيء، طلعوا شايلين علم ويقولون الشعب يريد إسقاط النظام لأنه جزعوا. اللي دا يخرب هسه هي القوات الأمنية والحكومة. يطلع لنا عادل عبد المهدي بخطاب بائس ما يرتقي إلى ما يريد الشعب، ويقول أنه اللي دا يصير هو مو قمع، أكو دول تستخدم طرق أكثر وحشية وأكثر قمعية مع الناس. يعني شو تريد؟ يعني نسكت لكم على كتل الشباب، نسكت لكم على مو احنا هو يعني الشعب يسكت لكم على القذائف اللي اخترقت جماجم شبابهم، شباب واطفال صغار. اكو فيديوهات كثيره يطلع رجل شايب يقول له ابويا ترجع لبيتك، احنا طالعين على موتكم. شباب اعمارهم صغيره، ملوا من قله كل شيء وقلة الغيرة من قبل الأحزاب والميليشيات والكتل والوزارات والحكومات. ملوا من هذا الشيء. الشعب يريد يعيش، الشعب ما جاي للخضراء حتى يقول لك أنا أريد أطلع رئيس وزراء من عندي أو أطلع رئيس جمهورية من عندي. الشعب يقول لك من يحكمني خلي يحكمني، لكن خلي يطيني خيرات بلدي، يطيني حقي بالنفط وحقي بالكهرباء وحقي بالحياة وحقي بالمجاري وحقي بالشوارع وحقي بكل شيء. ما أريد ينقطع علي شيء، ما أريد ما ينقطع علي، وما أريد يجف علي شيء، وما أريد السمك يموت، وما أريد أزبال ببغداد، وما أريد قطع، وما أريد كل شيء يصير. أريد أعيش حياتي مثل ما العالم عايشين. هذا اللي يريدوه الشعب العراقي. بقى الجواب يمهم أكيد. نلتقيكم على خير بنفس الموعد برنامج صوتكم إن شاء الله. إلى اللقاء.